راشد بن عبيد بن دغيش الاجتبي، تهانينا والناموس لمالك النادر، بالإضافة إلى السيارة الجميلة المميزة. تهانينا والناموس، ونذكر الأخوة بتوقيتات الفترة الصباحية بأن ثاير لمحمد بن فاهم بن محمد بن سلطان الاجتبي قدم 5 دقائق و59 ثانية، قطع المسافة. أما في شوط الإبكار، في الشوط الأول الرئيسي كان لمنصورة لعلي بن مهير بن بليش الاجتبي، حيث أنها حصلت على توقيت 6 دقائق بالوفاء والتمام. بعد مراجعة التوقيت هو توقيت 6 دقائق بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لعلي بن مهير بن بليش الاجتبي. انطلق قبل لحظات أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء شوطنا الثالث الذي خصص هنا للإبكار المفتوح. السلام وعلى كأس سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة حفظه الله، بالإضافة إلى السيارة البيكاب الجميل المستبيشي الحلو المتميز. يا سلام، ونعود ونسير إلى المقدمة. يا مرحبا يا عصبة الرأس، يا مرحبا ونهب لي كوس، يا مرحبا تعدد نسناس، يا مرحبا. اللي في المركز الأول حقه عمر بن عبد الله بن مطر بن حاده الاجتبي، خذت المركز الاول مبكرا. نتمنى لك التوفيق، نبغي نشارك العياله وين ما في ركضهم خله يا ابو عمر. الله، صوبهم تطرب المياله. الله الله الله. ولكن اللي غيرت هنا هملوله، هملوله راشد بن عتيج بن علي بيقوم الاجتبي. هذا الشعار الجميل اللي ما تغيب عنه الشمس، دائما ما يوضع الا على ظهر سبك. اشكرك يا بلقوم، اشكرك. النقلة التالية على المركز الثاني من الجانب الاخر اللي اتدخلت في هذه اللحظات، اللي اتدخلت الى ارجوان محمد بن عتيج بن شامس بن معتوق العامري، وصل من الهير من الجبيب قادم للمشاركة هنا في هذا الشوط. ولكن هنا التغيير، التغيير على المركز الثاني. نجود مصبح بن راشد بن سالم بالعيض بالاجتبي غيرت النتيجة، انطلقت إلى المركز الثاني. النقل التالي على المركز الثالث، هذه محبة عبد الله بن خلفان بن علي الرفيسة الاجتبي، ايضا قبل الشوط الاول سوى بروبلم الرفيسة خلفان بن علي الرفيسة وابنائه مع هذا الشعار. المركز الرابع شعار بن معتوق، شعار بن معتوق يا مرحبا بهذا الشعار. ارجوان محمد بن عتيج بن شامس بن معتوق العامري في المركز الرابع. ولكن اللي توصل، اللي وصلت هنا وغيرت العزرة، العزرة 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 لمحمد بن حمد بن صالح العامري غيرت النتيجة، انطلقت الى المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس اصبح من نصيب الشاهنية لحمد بن محمد بن مبارك بالحطم العامري، وصل بالحطم. يا مرحبا بهذا الشعار. هل الهير، هل الهير يطالبونك بالسلام. النقلة التالية على المركز الخامس، ولكن نكتفي بالخمسة المراكز. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول. الله، هملولة هملولة. هل الند يبغون يا بلقوم، يبغون الكاس. هل الند، هل الند الغربي وهل الند الشرجي كلهم يطالبونك بالسلام. وهل المدام وهل الطويلع وهل مصفاة وهل البحايص وهل الفاية، كلهم هل المناطق مشجعينك، مشجعينك. هذه هملولة راشد بن عتيج بن علي بيقوم الاجتبي في مقدمة الشوط، مسيطرة كل السيطرة على الموقف حتى هذه اللحظات. ما يتي أوامر أو شبه أوامر أو أوامر أي شيء، الآلي متحنط، متحنط الآلي يا جماعة. يا سلام يا مخرجنا، عطنا صورة مميزة، المتابعين يبغون صور مميزة. النقلة التالية على المركز الثاني،
وارى العزره، العزره ويذكرني هذا الاسم بعزره سمو الشيخ حمدان بن راشد اللي ضمن احمد بن سلطان بن رشيد. الله، هذه عزره محمد بن حمد بن صالح العامري. راح الطيره، راح الطيره، راح الله. وصل، وصل دكتور الاصايل، دكتور الاصايل وصل، وصل هنا، هنا اللي غيرت غدت صبا 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 صبا، غيرت صبا، غيرت غدت المركز الثاني في هذه اللحظات. راشد بن عبد الله بن حميد الخاطري غدت المركز الثاني مع شعار دكتور الاصالي، دكتور الاصايل. ولكن وشو اللي اياه؟ وشو اللي وصل؟ وشو اللي اياه من الشعارات؟ الينيبي، الينيبي وصل، حمود بن سعيد بن صغير الينيبي، الينيبي مع شواهين، مع شواهين. ولكن لا زال، لا زال بالقوم، بالقوم مسيطر. ولكن بن رشيد صبا 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 وريحان الصبا يا بالحبسي، قلنا لكم الصبا الصبا، الحكمه صبيه، الحكمه صبيه. علي كاساد، هذا هو الزمان يعيد نفسه، الزمان التوقيت يعيد نفسه. علي كاساد الدكتور الاصايل، تهانينا لك يا ابو محمد علي بن سلطان بن رشيد، وسلام العوير، وسلام لراشد بن عبد الله بن حميد الخاطري. علي كاساد خذ الكاس، خذ الكاس، تهانينا. المركز الثاني، المركز الثاني هملوله لراشد بن عتيج بن علي بيقوم يستلم المركز الثالث. شواهين لحمود بن سعيد بن الصغير لنيبي المركز الرابع. السليمانيه لعمر بن سعيد بن حارب الاجتبي المركز الخامس. وصلت في مزعله لمحمد بن سلطان بن علي بن طريش الجحبي. هكذا كانت النتيجه. ايها الاخوه مشاهدينا الاعزاء، نعود بالتهنئه لراشد عبد الله بن حميد الخاطري وعلي بن سلطان. علي كاسات، علي كاسات مضمر حفله، مضمر خيال، مضمر العديد من السبك اللي حضن على كؤوس وكان يضمر هجن المغفور للشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه. واتى بالكاسات، اتى بالكاسات من ند الشبع ومن الوثبه ومن كل حد من وصوب ومن ومن السوان. ومن ذلك اليوم وحتى هذا اليوم وهو في انجاز، في وكل يوم، ولن يغب عن منصات التدويج. الله الله يا ابو محمد، الله يا ابو محمد، الله. ايام حفله الجميله، واشوط حفله، واشوط حفلاوي. التوقيت الزمني، نشوف التوقيت من مخرجنا اسعد ابو غوطه، اسعد ابو غوطه مخرجنا المبدع والمميز دائما وابدا في قناة الوسطى من الذيد، وفي ميدان الذيد هنا نقل مباشر ومميز هنا لهذه السباقات ولهذا المهرجان الجميل. التوقيت الزمني هو 6 دقائق، 6 دقائق وكم؟ 6 كما نشاهد على شاشة التلفزيون، 6 دقائق و4 ثواني. شكرا أسعد بوغوطة.